اهلا بحضراتكم مره ثانيه بحيي الزميل مصطفى الراسخ على لقائه مع وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي لانها اسئله مهمه وردود على تساؤلات عديده الحقيقه سواء عن المنتخب او عن اللجنه الخاصه بالتحقيق فيما وصف بكشف الفساد ودي نقطه مهمه جدا هنتناولها خلال الحلقه النهارده لكن داخل الاستوديو دلوقتي منورني الكابتن مصطفى هدهود او الدكتور مصطفى هدهود المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات لكره السله تحت 18 سنه والمدير الاقليمي لقطاع 6 اكتوبر للصالات الصاله اللي بنفتخر بيها صاله الدكتور حسن مصطفى لاجواءها الرائعه وتاسيسها الممتاز دكتور مصطفى اهلا بيك منورنا اهلا بحضرتك يا فندم اهلا بحضرتك اخبار حضرتك ايه كله تمام الحمد من فتره طويله اتكلمنا وكنا عايزين ننسق الحلقه وجاء الوقت اسمح لي بدايه هبدا بـ بـ بالصاله تمام بحييكم على المجهود اللي معمول فيها وعلى الشكل المنظم اللي فيها واللي بسبب ده استضافت العديد من البطولات على مختلف الرياضات في الفتره الماضيه تمام هو طبعا شرف لي طبعا ان انا مدير صرح عالمي زي ده طبعا وبشكر دكتور اشرف على ثقته الغاليه وأسند لي الصاله دي مع صالة الدوليه بتاعتنا بتاعت شباب الرياضه م. قدرنا فعلا في خلال سنتين نستضيف اكتر من حدث عالمي و... وعندنا مجموعه احداث عالميه في خلال الثلاث شهور القادمين باذن الله. <applause> هي صلاة هي مش صاله مغطاه هي هرم هي هرم رياضي فعلا رابع دي هرم فعلا. طبعا حاجه معموله عملاقه على مساحه أربعين ألف متر او 10 فدادين تقريبا. <applause> فيها كل ما يتمناه المدرب يعني <applause> كان شرف ليا وهي بتنشئ الصلاة دي وهي لسه ارض لسه ما 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 بدناش ما بدأناش فيها البناء وكده كنت مع الاستشاري ومع الجيش في التنفيذ و... وجالك الفرصه بقى يعني انت كمدرب بتبني منشا رياضي فبتختار كل اللي انت عاوزه كمدرب الفاسيلتيز اللي اي مدرب عايز. يتمناها يعني تسهيلات اللي اي مدرب مع طبعا يعني. المهندس رئيس اتحاد كره اليد السابق المهندس هشام ناصر ومع مم. مع الوزير طبعا دكتور اشرف كان عامل سبورت وباور جامد جدا مم. و اتحاد اليد كان طبعا ليه كبير برضو في الموضوع مع الـ مع الـ مع, الـ مع الوزارة عندنا يعني وكده بس انا بشكر الدولة المتمثلة في 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 الدكتور اشرف صبحي ان احنا عملنا دلوقتي اعتقد صالة برج العرب وصالة م. مجمع صلاة حسن مصطفى م. وصالة في العاصمة الإدارية يعني كمدير إقليمي لقطاع صلاة 6 أكتوبر ايه المهام تحديدا اللي بتتولاها؟ انا مسؤول عن الصلاة المغطاه في الصاله الدوليه في المدير التنفيذي للصلاة الدوليه لشعوب الرياضه في عند مدينه زويل مم. ومسؤول ومدير تنفيذي لمجمع صلاة حسن مصطفى أيوة. وفي جاري تجهيز الصلاة او انشاء الصلاة الثالثه في المحور الخدمي 6 اكتوبر مجمع رياضي كبير دي لقطات من تجهيز الصاله قبل كاس العالم للانديه لكره السله اه دي دي قبل الاي سي سي دي كاس العالم الانديه دي في شهر 2 فبراير الماضي بمشاركه الزمالك بمشاركه بالفعل. الزمالك انا ده انا فيديو بيبين المجهود اللي اتعمل من من اي تو زد من اي تو زد باختصار كده خد وقت قد ايه الفيديو معانا 10 ثواني عشان آه. سريع لكن في الحقيقه في الحقيقه اخذنا تقريبا شهر شهر اه شهر بنجهز وقت قياسي. اه بنجهز للبطوله آه. وبنجهز لازم نبان بقى للعالم انت ابطال العالم دي كانت في اسبانيا المفروض م. واحنا استضفناها الاتحاد المصري كان بعت ايميل للاتحاد الدولي وجم عينوا صالات في في مصر م. فاختاروا مجمع صالات طبعا حسن مصطفى من التجهيزات والامكانيات الموجودة فيه م. انا شفت اشادات عديده انا الحقيقه شفت بنفسي يعني رحت الصاله وشفت الشغل عامل ازاي انا وصفتها باجواء اوروبيه حتى لما حضرت اول ماتش للزمالك في بطوله بي البال بالظبط مؤخرا لكن دي صور برضو من الصاله وعلى مستوى الامكانيات والمطعم والفندق والاماكن اللي هي بيستريح فيها الحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتحها انتوا وصلتوا للمرحله دي ازاي يعني المجهود تم ازاي تضافر عشان يوصل للشكل ده انا عايز اقول لحضرتك ان الصاله دي شغاله 24 ساعه فيها ناس فيها تيم وورك على اعلى مستوى شغال فيها ادريين محترفين فيها المهندسين الصاله دي بتدار بي ام اس الكترونكس كلها فيها سينسورز يعني معموله طبقا للكود الدولي آه لازم الشركات القائمة على تشغيلها والأفراد اللي بي بيستقبلوا حضراتكم وبيستقبلوا م. لازم يبقوا مدربين ومؤهلين. تمام. آه طبعًا أنا فادتني الدورات اللي خدتها في إدارة المنشآت الرياضية بره مصر. تمام. آه يعني خدت كلينكس كده وسامر شوكيز في فينيكس في أريزونا في إدارة منشآت رياضية. آه أهم حاجة آه أنت إزاي تبسط الجمهور أو تبسط اللي جاي أو الإيفنت نفسه الحدث ده آخر حاجة أي. أنت كمشجع أو متفرج بتتفرج عليه لا إحنا بنعمل. يعني في امريكا في الام بي اي في الماتشات تحس ان انت في مسرحيه مش في ماتش في م. فقرات كتير أيوة. إيه قدرنا ننقل الكالتشر ده والثقافه دي عندنا في م. بمجمع زي ده في الامكانيات اللي تاهلك ان انت تعمل اي حدث عالمي بنفس م. الاخراج ونفس الامكانيات مجهزه ب 274 كاميرا كاميرات بي تي زد دي حاجه عاليه الجوده وشركات. بتعمل ايه الكاميرات دي؟ بي تي زد اه اسمها؟ اه الكاميرات دي آه. حاجه كده بت... يعني انا بفكر دلوقتي في الصاله اعمل حاجه اسمها تراكنج سيستم وزدارت فيش أنت كفرق بتلعب أنا آه. بصور لك التمرين بتاعك أو الجيم بتاعك وبعد الماتش بديك الاناليسز بتاعتك التحليل اتفضل أدي الماتش بتاعك آه. أو التمرين أنا كإدارة بقى كمنشأة رياضية في مصر بتفيد الفرق بنحاول م. نطور إن أنا أفيد الفرق سواء أهلي زمالك منتخبات آه. جزيرة أي حد بيلعب عندي م. بقطع له المباراة اللي بيلعبها أو مباراة الفريق المنافس أدي تفضل. أدي وأدي له أدي اتفضل أدي التكتيك بتاعك وأدي التكتيك بتاع المنافس وأدي آه. الديفنس بتاعك وأدي آه. الديفنس بتاع المنافس ده بيدي معلومات ده بمقابل مش بمقابل انا بحاول اديه اوبشن والدكتور اشرف صبحي دايما بيدور على الجديد اللي هو يطور الرياضه المصريه أيوة، وبيحب الفكر اللي هو المتطور مم. حتى نظام الحجز فيها بنعمله دلوقتي نظام بوكينج يعني انا صديق حضرتك هحجز لك مش صديق لا حضرتك في بوكينج بتخش على السايت تشوف الساعه الفاضيه وتقوم داخل عامل بوكينج ودافع الكترونيك ده حجز بس. لايه تحديدا؟ للتمرين للمباراه التمرين. لاي حاجه ما بنن... بنحاول نلغي العنصر البشري مم. <applause> بحيث ان العنصر البشري ما أيوة. يبقاش فيه عاطفه انت فاهم آه، وبعدين ممي. دي انت فاهم انا كنت مدير فني زمالك وادو اهلي فهيتقال هو اهلاوي ولا زمالكاوي <تصفيق> <تصفيق> انت عارف احنا عندنا في مصر الرياضه مسيسه شويه جماهيريا, آه جماهيريا شويه لكن شوية. لكن بمناسبه الجماهير والهجوم اللي ممكن يحصل على حاجات قد تبدو بالنسبه للشخص اللي بيتم الهجوم عليه غير منطقيه وانت قريت بوست ليك تعليقا على الهجوم اللي حصل من جمهور الزمالك كانوا كلهم بعتوا لي بالمناسبه انه بيقولي لي شايف الظلم اللي بيحصل بعد بطوله كاس العالم للانديه اتشال شعار الزمالك او اتحذف او اتغطى في الوقت اللي باقي الانديه المشاركه اتثابت اعلامها الصوره هتبقى معايا على الشاشه حالا وساعتها الناس كانت متضايقه قوي واتحط يعني علم مصر فوقيها فالناس تساءلت هل ده يعني تحيز من صاله اسمها حسن مصطفى وده كان السبب ان هم الزملكاويه شايفين ان دكتور حسن مصطفى بيبقى ضدهم يعني مثلا فالناس تساءلت فاحب اسمع برضه تعليقك على القصه دي لا اطلاقا خالص يعني يعني بطوله الام بي ال بال الاخيره كانت الزمالك خلصت م. يوم 19 م. يوم 20 عندي نهائي السوبر الاهلي والزمالك في كره الطايره آه البنرات دي عشان تتشال أه آه محتاجين آه 72 ساعه تمام آه للريبنت تاني عشان ندهن تاني ونجهز تاني م. والماتش تاني يوم طلبنا من اتحاد الطايره ناجل عشان نشيل البنرات والاستيكرات أه والكلام ده قال لك لا ما ينفعش ده جدول ولازم نلعب قلت له طيب الاهلي كده هو اتحاد الطايرة قال لي الاهلي كده في عدم حياديه ان علم الزمالك محطوط آه. وعلم الاهلي مش محطوط اتحاد الطايره هو اللي اه وقبليها ماتش السوبر برضو ما بين الاهلي والزمالك هاندبول بعديها على طول مفهوم. ف فلازم يبقى في حياديه في الغير مقصود اولا انا مدير فني نادي الزمالك سنتين ايوه واشرف ان انا طبعا يعني اشتغلت في نادي الزمالك وفي نفس الوقت انا عضو في النادي الاهلي يعني يعني الموضوع مش لا زمالك ولا اهلي الموضوع انت حضرتك كمدير بتحاول تساعد على الحياديه زائد ان انا حتى البنرات بتاعت الام بي اي لغايه دلوقتي موجوده في بعض البنرات موجوده فيها م. لان الايفنتات مستمره طبعًا. ولازم اقفل الصاله خمس ايام لكن الاحداث والجداول محدش, مفهوم. محدش مفهوم. مديك مساحه ان انت تاخد بريك يوم حتى أي. حتى اول يوم العيد عندنا بطوله افريقيا للهاندبول من 9/7 ل 19/7 البنرات دي هيتحط عليها بنرات لحد ما نشوف يعني يعني لان كل 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 بطوله بيبقى ليها الدعايه بتاعتها والاحداث بتاعتها فالموضوع لا لا حد قاصد يغطي علم زمالك او يحجب طبعا نادي زمالك نادي قيمه وقامه كبيره ونادي نادي عملاق فما نقدرش نعمل تصرف زي ده يعني اتمنى تكون الموضوع يعني حضرتك فهمت يعني مفهوم هي واضحه آه يعني واضحه بس التوضيح اهم بيكون مهم من صاحب ال القصه علشان اللي عايز يفهم انا عايز يعني. اقول لحضرتك واقعه طريفه اول مباراه بعد بطوله كاس العالم لليد يعني. كان الجزيره الاتصالات والزمالك في كره السله يعني على يعني. العاب صالات الاهلي برضو قالك مصطفى هدود الخاين اول ماتش الزمالك في صاله حسن مز... يعني 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 انت مش يعني ارضاء الناس غايه لا تدرك يعني كانوا ايه ساعتها قالوا ايه ان انت إيه؟ ان انا مصطفى هدود الزملكاوي مصطفى هدود ضد الزمالك اول ماتش على الصاله في الافتتاح ومش الموضوع آه. جدول وحجز واللي كان حاجز نادي المصريه للاتصالات آه. مش نادي الزمالك اللي حاجز ده ملعبه تمام فاول مباراه لعبها مع نادي الزمالك كانت على الصاله الميديا انت عارف بقى حضرتك بتحب تعمل شويتين ثلاثه آه يعني بتعمل يعني جو برضو خلال آه اليوم تشغل نفسك آه. بيه <applause> لا ده الموضوع العام ده انا كنت ترند يعني <تصفيق> حقيقي <تصفيق> <تصفيق> حقيقي ده انا شخصيا كنت ترند <applause> من أنا بقول من كنت كتر الناس كانت بتسالني ايه الحل او انت شايفها ازاي او بالظبط <applause> يعني طيب ايه البطولات اللي جايه؟ خلال الاشهر اللي جايه على مستوى الرياضات المختلفه عندنا 9 7 19 7 بطوله الأفريقية لكره اليد 14 فريق اشرف ان هم في قطاع اكتوبر وال14 الفرق كلها تلعب في الصاله الدوليه وفي صاله حسن مصطفى م. عندي في شهر 8 باسكت بول وزاد بوردرز دي من ام بي اي منظمه عندنا بطوله اسمها باسكت بول ايه Without بوردرز اه بدون بدون, حدود بدون بورد. اه بدون دي عباره حدود. عن ايه البطوله دي 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 كره سله والام بي اي بنظم عباره عن اكاديمي 60 لعيب احسن 60 لعيب في افريقيا هيبقى كامب عندنا لمده اربع ايام او خمس ايام ممتاز آه في شهر تسعة ده اول مره يحصل ده اول مره يحصل في افريقيا حلو آه قوي المجمع ده جذب الاتحاد الدولي جذب امريكا نفسها مارك ايتيتوم نائب رئيس اتحاد الوطن كره سله الام بي كان موجود مش عايز اقول لك الانبهار اللي هو شافه في الصالة و, و... قابلته وشفت قد ايه هو اتكلم على مصر كلها قد ايه ان هو منبهر وشفته وهو بيتكلم على الصالة طبعا زائد كمان عندنا اوتيل في الصالة عالمي فايف ستارز ما اعتقدش في صالات في مصر فيها فنادق زي لا صح؟ يعني لا لا دي اول مم. مجمع في المركز الاولمبي في المعادي بس الاوتيل بعيد عن الصالة عريقاً. يعني يعني الاوتيل في حته وتمشي تروح الصالات يعني زاد ان الصالات في المركز الاولمبي طبعا لتدريب المنتخبات الوطنية لكن دي صالة دولية لإقامة الايفنتات العالمية فالاوتيل طبعا حاجه فايف ستارز 40 غرفه و16 سويت مطعم على اعلى مستوى الفريق الاول للطايره مقيم فيه حاليا عشان عنده بطوله البحر الابيض المتوسط الفريق الاول لليد هتكون فيه من يوم 20 6 الفريق الاول للسلة منتخب مصر يعني للسلة مم. بيتمرن عندي بس ما فيش مكان لان الغرف مم. مع ان انا باسكت المفروض نحط منتخب السلة <applause> يعني بس حاطط بقى يعني ايه يعني بنحاول نعمل بالانس آه. ما بين المنتخبات كلها عشان ما حدش يزعل برضه تمام فلا هو البالانس بيحصل ازاي آه خلينا نبقى يعني البالانس بيحصل انا عندي الاولويه البطوله اللي جايه مين دلوقتي تمام. بطوله الامم الافريقيه لكره اليد يوم 9 7 وبطوله آه. البحر الابيض المتوسط للكره الطايره داخل فيها اللي فالمنتخبين دول الفيرست تيم هم البريورتي بتاعتهم هم الاول فهم اللي يبقى لهم الاحقيه ان هم يخشوا الاول لان هم محتاجين الصاله غير انها ملعب ان شاء الله تشرفنا بالزياره كده فيها جيم وسبا وورم اب تريننج وكارديو حاجه عالميه مش موجوده في العالم كله فيها احدث اجهزه لكل تفاصيل في جسمك فعشان كده كل المدربين حابين يستخدموا التولز دي وكده فالاولويه بتبقى للفريق اللي عنده البطوله اسرع او اول حاجه يعني في ب... في صالات ثانيه بتتعمل بيتم انشائها في 6 اكتوبر آه في... الفرق بينها وبين أو إيه هي تفاصيلها أصلاً؟ في المجمع برضو وزارة الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي اسناد يعني يعني قال لنا لازم نتابع كان مجمع صالات اللي كان معمول لكرة السلة أيوة آه كان المفروض يتم انتهائه في 2014 أو 15 بس م. تم إيقاف العمل فيه دلوقتي إحنا الوزارة اشتغلت عليه تاني مع الإنتاج الحربي م. مجمع صالات برضو صالة مغطاة وملاعب مفتوحة وحمامات سباحة و وفندق ومقر بنوك ومقر اداري على مساحه 9 فدي حاجه برضو عملاقه في المحور الخدمي جنب ميدان فودافونيا بحيث ان يبقى عندنا فاسيلتيز عاوز تنظم اي بطوله عالم بقى الالعاب الصالات هيبقى عندك حاجات على اعلى مستوى غير م. الحاجات العملاقه في العاصمه الاداريه اللي بتتعمل م. بقى بمتفرجين على اعداد كبيره 10000 و15000 متفرج صالات عملاقه بتعمل فاعتقد مصر بقى فيها بنيه تحتيه دلوقتي ايوه تاهل منتخباتنا انها تتمرن في في منشات تخلينا ما نبقاش بقى تمثيل مشرف في كاس العالم اي مفهوم صح يعني ده, بعد ده جزء مهم و... جدا من الاعداد انك المك... تشارك مع الكبار وانك تكون بتنافس الكبار. المنتخب بتاعنا وكابتن شريف عزمي بتاع كابتن شريف عزمي طبعا كان مدير فني آه. اتمرنا سنه في الصاله دي خدنا ال 12 اول مره في مصر ناخد ال 12 في كاس العالم طول عمرنا في في السله بنطلع آه. كاس عالم ده انجاز طبعا بس ما بنحققش حاجه ده لو منتخب تحت 18 تحت 18 او درجه اولى او مم. اي منتخب عندنا طلع كاس عالم بي يعني بي ما كانش فيه الفاسيلتيز يعني في معاناه للاتحادات في الملاعب وفي معاناه للاتحاد انا كمدرب الاقي ملعب مش لاقي جيم أي. الاقي جيم الاقي الملعب مش محجوز فدلوقتي الدولة بدأت تهتم بال... بالمنشآت اللي هي فيها كل حاجة بحيث م. إن أنا كمدرب منتخب م. أقدر أروح كأس عالم بعد سنة تمرين أهو بين الـ12 راجع دلوقتي عندي بطولة أفريقيا في شهر 8 الجاي أيه. في مدغشقر في مدغشقر بتمرن في الصالة دي تستعدوا لها إزاي دي؟ آه، إحنا عندنا بنتمرن عاملين معسكر مغلق دلوقتي م. من 1/6 إحنا كنا مفتوح من شهر فبراير وبعدين بدأنا مغلق من 1/6 شهرين قبل البطولة تمام في في أوتيل بتاع الصالة وفي والمجمع شغالين وتمرين صبح وليل وبنعمل ماتشات وديه وبنعمل هنعمل معسكر خارجي كامب او كده او لو البطوله العربيه جت في مصر هتبقى ان شاء الله عندي في حسن مصطفى في شهر سبعه تمام. فمش هعمل المعسكر خارجي هشتريك في البطوله العربيه واطلع منها ان شاء الله على على مدغشقر باذن الله تمام ربنا كرمنا خدنا اول ان شاء الله لان احنا اول احنا تمام. بطل البطوله اللي فاتت خدنا بتعمل كل سنتين؟ كل س البطوله افريقيا كل سنه كل سنه كل تمام. سنه في الناشئين يعني بتاهلك لكاس العالم اه تمام فلو كسبنا ان شاء الله افريقيا بيتاهل الاول فقط اول وثاني اول وثاني اول بس طبعا يا بره بقى الكاس العالم نفسه هو اللي جاي ده في المجر تمام آه. واللي فات كان في المجر بتاعنا آه. احنا لسه في افريقيا لسه آه. ما يعني ما يعني لسه ما تحددش الاتحاد الدولي ما حددوش فيه ال... اللي هو م... لو كسبنا البطوله بتاعت مدغشقر هيتحدد بقى فين لسه تمام لكن اللي هيتلعب ده بتاع البطوله اللي فاتت أيوة. في شهر سبعه في المجر اه احنا يعني عندنا كاس عالم الاول في شهر سبعة بعد كده بطوله أفريقيا, افريقيا في شهر 8 آه. تمام بس المنتخب بتاعي مقسوم 2004 و2005 2005 مع كابتن عماد محمود مم. ده ماسك ال2005 اللي هيلعب كاس العالم اللي جاي تمام مفهوم. 2004 هلعب انا افريقيا مفهوم, مفهوم. طيب آه، المنتخبات بشكل عام منتخبات السيدات آه، ايه اكتر الصعوبات اللي ممكن تكون بتواجهها بسالك كمدير فني يعني للفريق آه، البنات غير الولاد مم. يعني الولد دايما بقول المثل ده كده يعني ممكن تخبطه في الحته يرجع لك <applause> تمرنه الصبح تمرنه بالليل تقول له تمرين الساعه 6 الصبح تقول له تمرين مش <applause> عارف ايه البنات لا طبعا الثقافه بتاعتنا البنات يعني ما بالذات الدرجه الاولى هتلاقي معظمهم المتجوز اللي عنده بيته اللي عنده شغله اللي عنده فالبنت بيبقى وراها يعني عندنا نجمه مصر بقى لها ثلاث سنين هاجر ما شاء الله عليها يعني متجوزة ومخلفة و سبورتنج هاجر عادي اه, آه. فالقصة يعني يعني عشان تتمرن صبح وليل بتيجي على بيتها بالتأكيد تيجي على شغلها أي. بتيجي على حاجات كتير فطبيعة الثقافة الرياضية عندنا للسيدات مفهول. غير مفهول. غير غير دي. في الزمالك كنت توليت فريق السيدات موسمين متميزين جدا تمام ايه اللي حصل؟ لانتهت انتهت الرحلة؟ آه الموسم الأولاني كنا ماشيين كويس انا رحت الفريق طبعا سله الرجال في الزمالك قويه جدا فجاء المستشار مرتضى منصور قال لرئيس رئيس الجهاز احنا عاوزين مدرب كويس لان سله البنات بتلعب على الهبوط ايوه فكلموني فكان شرف ليا طبعا كابتن حمدي سعودي رحت نادي الزمالك خدنا الفرقه نقلناها نقله كويسه كسبنا هليوبلس كانت مم. قبلها بطل الكاس وكسبنا المجموعه بتاعتنا كلها وكانت مفاجاه بالنسبه لهم ولعبنا مم. في الثمانيه المشكله في في نادي الزمالك ان انت شغال فجاه تلاقي كده يقول لك ايه خدنا الاداريه منك خدنا الدكتور منك طب ايه يا جماعه يعني معلش احنا عاوزينه في قطاع تاني او يعني ده كان ال... فانا قلت لهم لا الجهاز ما ينفعش حد يقرب من الجهاز بتاعي لان الجهاز ده ناجح و... و... وماشي كويس قوي فما ينفعش ان احنا نغير فيه فقدمت اعتذار طبعا كانت مفاجاه ليهم لان انا بحب اشتغل في مناخ صحي حضرتك والكرو بتاعك لو حد واحد بيجهز لك برنامجك وبيعمل لك كل حاجه وفجاه لقيت مثلا رئيس كان بيقول لك معلش انا هاخده قرار بيبقى بتاع حضرتك طبعا طبعا قرار بيبقى بتاع حضرتك ما بيريحكش وانت شغال بالظبط يعني صح. تاني مره برضو كان المجلس كنت مع كابتن حسين لبيب كلمني آه. رحت مسكت الفرقه كانت الفرقه بقى حصل دروب آه رحنا مسكنا تاني وكسبنا كل الماتشات وكنا بنتمرن في مجمع صاد حسن مصطفى عشان صاله الزمالك كان فيها مشكله آه. جينا الماتش البيست اوف 3 مع الشمس قالوا لنا لا هتتمرنوا في الزمالك أه كان جه بقى احمد المستشار مرتضى واحمد عادل المسؤول عن مجلس الاداره و... ولقيت خالد طلعت اللي هو كابتن خالد طلعت مدير نشاط هترجعوا تتمرنوا في نادي الزمالك ازاي يا جماعه ده الماتش بكره أه. واحنا بنتمرن في حسن مصطفى والماتش لا. كان فين؟ الماتش كان عندنا في حسن تمام. مصطفى تمام فقالوا لا هتلعبوا في الزمالك رحنا نادي الزمالك دخلنا الملعب أه بعد نص ساعه قالوا لنا لا ما لكوش ترجعوا تاني حسن مصطفى ازاي يا جماعه؟ الصلاه الرئيسيه دي للولاد بس مش للبنات طب ده الماتش بكره ده في الزمالك في الزمالك ده. رحنا الزمالك الساعه 8 8 ونص قالوا لنا لا المستشار مرتضى قال الصلاه دي للولاد بس شكرا يعني يعني الماتش بكره وارجعت مره عملت ايه ساعتها في البست قدمت اعتذار طبعا قدمت اعتذار ما لعبتش الماتش لا لعبت طبعا بس انا قدمت اعتذار قبليها آه. قلت لهم انا يعني يعني كسبنا خسرنا انا خلاص من لان خلاص انت طلعت نفسك من المود بتاع التركيز آه. ويعني انت كسبان كل الفرق يعني يعني فالمفروض بقى الماتش ده هتلعب توب 8 يعني وكده فالإدارة يا إما تخليك في حتة تانية مم. يا إما يا إما أنا أنا ما بحبش أذكر أسماء بس أنا بقول لك وقائع مفهوم ده ده سبب مشكلة التفوق الرياضي في مصر آه. إن أنت ما تلاقي حد ناجح المفروض تديله بوش أب عشان مم. يكمل بس شايفين الزمالك مؤخراً فيه اهتمام واضح مش بس على مستوى الرجال بل السيدات كمان بالألعاب الجماعية يعني كرة الطايرة سيدات كرة السلة سيدات هل تفتكر إن الفرقة أو التركيز بقى أكتر دلوقتي مع الألعاب دي؟ بس هو بصراحه احمد مرتضى منصور يعني عامل طفره في العاب الصالات انا بتكلم بمنتهى الامانه يعني تدخل بقوه الفتره دي آه بدا يعمل صفقات قويه جدا بدا يجيب محترفين آه جامدين جدا آه اعتقد العاب الصالات بالذات السيدات م. السنه دي هيبقى فيها طفره في نادي الزمالك م. فيها طبعا جايبين كابتن عمرو عاشور طبعا بطل الدوري وبطل الكاس قبل كده مع سبورتنج آه جايبين محترفه كويسه بيدعموا بلعيبه كويسه بدا يبقى في اهتمام قبل كده كان بيقول لي لا انا هلعب بولادي انا كنت بلعب بأولاد النادي مم. يعني ما, ما يعني تمام. ما يعني واجيب محترفه ب1000 دولار يعني ما او 1500 دولار اللي هي مثلا سوري انت عجبها الواحده في البنيه عندك في البيت او بتاع او كده لكن دلوقتي نادي الزمالك بيجيب محترفه بخمسه بسته بسبعه اه زي زيه زي الاهلي زي طبعا ده مجرد مثال يعني ده ده مثال دا. يعني انت تلعب بولاد النادي وما كانش في محترفه اصلا بتخش للسيدات مم. انا يعني ما كانوا مانعين الكلام ده اصلا مم. يعني فما جابوا قالوا طب هنجيب واحده ب دولار ولا ب 1500 آه. دولار وبعد كده ساعدتنا كتير بصراحه ساعد اللي جت دي عملت طفره مع الفريق آه. واعتقد الزمالك بدا يمشي على الطريق الصحيح في السيدات اخيرا بمناسبه الكلام عن كره السله منتخبنا الوطني للرجال تصفيات كاس العالم شايف ايه قدرتنا تحت قياده روي رانا في التاهل للمونديال كاس العالم اعتقد الاتحاد المصري بصراحه يعني لكره السله برئاسه الدكتور مجدي واعضاء مجلس الاداره المحترمين مش عاوز اقول الاسماء عشان يعني كلهم من اول بقى المهندس طلبه بالكابتن عمرو مصالحي بكابتن رحاب الغنام بكابتن خالد الاوسي بمحمد فتحي بكابتن ايهاب السنه دي مهتمين يعني هم طبعا مهتمين طول عمرهم بس السنه دي مركزين قوي مع المنتخب الاول ولعيبه جامده جدا وجايبين مدرب انا بتفرج على تمارينه طبعا م. يعني انا كان شرف لي ان انا كنت مدرب عام منتخب مصر الولاد ده مع اورينجا 2016 وخدنا البطوله العربيه م. وكنت معاهم برده خدت بطوله 2017 خدنا بطوله افريقيه م. منطقه خمسه و2018 اول مره نأخذ بطوله سانجوفيتش في الصين كنت مدرب برده عام منتخب مصر الولاد نعم فالولاد دول ممكن مع روي اعتقد ان احنا فرصتنا كبيره جدا يا ان شاء الله كنت مصطفى انا اتشرفت جدا باللقاء معاك وبحييك على كل المجهود اللي معمول في صالات 6 اكتوبر وكل التوفيق ليك ولاي حد الحقيقه بيشتغل بنفس المجهود ده وبيظهر أو بيطور البنية التحتية للرياضة المصرية. أنا اللي بشكرك على البرنامج الجميل وطريقة شكرا. عرضك الجميلة والشيك. شكرا. وحتى أما بتحب تقول حاجة كده ب... <applause> تحت الحزام بتقولها بشياكة <applause> فأنا بحييك على ذكائك وبحييك على برنامجك الجميل ده. يعني. نورتنا وشرفتنا. شكرا, شكرا 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 لكم بالتوفيق في اللي جاي إن شاء الله. شكرا. أستراليا النهارده تأهلت إلى كأس العالم بعد ما كسبت بيرو بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. تعادل الفريقان في الوقت الاصلي بنتيجه 0-0 صفر صفر في المباراه فلجا الى الاشواط الاضافيه وده طبعا في العاصمه القطريه الدوحه قبل ان تتاهل استراليا يتبقى لنا الان منتخب واحد فقط سيكمل ال32 منتخب اما ان يكون منتخب نيوزيلندا او كوستاريكا والفريقان يلتقيان غدا ايضا في الدوحه بعد الفاصل الكابتن والاستاذ جمال نور الدين الناقد الرياضي الكبير هو ضيفنا في الماتش كلام كتير قوي بقى عن الاسكواش عن منتخب مصر غدا امام كوريا الجنوبيه وامور اخرى رياضيه خليكم معانا بعد الفاصل